السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة ديت برضو أصلا العباية من ضمن سلسلة العبايات اللي هي الخليجي اللي احنا كنا الثلاثة أو الاثنين اللي احنا شرحناهم قبل كده. الهدف منهم إيه؟ الهدف الأساسي إن أنا ما أعملش عباية سودة مكتومة كده، ما دخلش فيها اي حاجه ايه تنطقها، ماشي. الهدف منه ان انا مثلا الجمع ما بين ايه، ما بين الخامات المختلفه، الجمع ما بين ايه، ازاي ان انا ادخل الالوان اللي موجوده معايا. العبايه اللي قدامي داخل فيها حرف كربون كده اصلا عريض، ماشي، عرض سنتي بطول العبايه من فوق لايه، من فوق لتحت كده بنفس الشكل اللي حضراتكم ايه، اللي حضراتكم شايفينه كده بالظبط، تمام، اهو ماشي معايا لغاية ايه، لغاية تحت ايه خالص، تمام. نيجي نبص على الكم. الكم فيه شغل فعلا، يعني قبل الكم ايه الشغل اللي موجود في الجنب معايا. نفس الحرف اللي موجود من قدام موجود من الجنب، بس مش كامل لغاية فوق، يعني واقف معايا لغاية ايه، شايف الجزئية دي؟ الجزئية دي جزئية لاتش معمولة مزدوجة ومعمولة بالفازلين ومقوية كده. هو الحرف دوت لو احنا قربنا بالكاميرا كده فتبص تلاقي ان انت واقف معايا لغاية هنا، واقف معايا لغاية هنا تحت الايه، تحت الكفر اللي هو معمول فيه الزرايب دول. الزرايب ديت معمولة شكل، ماشي، بس ايه متثبتة يعني في قلب الايه، في قلب القماشة اللي هي الجزئية دي كده بالجنب. شايف الجنب والشغل اللي معمول فيه والشكل بتاعه والشياكة بتاعته، ده كده اللي معمول في العباية. يبقى العباية من ناحية الطول، الكردون الطولي اللي هو معمول بالطول، والكردون اللي معمول في جنب واحد، والحلية اللي هي ايه بالزراير. تعالى شوف من الكم بقى، الكم فيه شغل اصل. الكم يعني ادي الجزئية ديت، الكم نفسه الاسود مقسوم على ثلاث حتت، ادي حته واخده بنفس الكردون بنفس العرض اللي هو ايه معمول عندي في الصدر ومعمول في الجنب، عرض سنتي ولافف الكم من ورا ومن قدام، تمام. وبعد كده بكمل بالاسود معايا، بكمل بالاسود معايا، وبعد كده اجي اروح عامل الجزئيه الدبل ديت. يعني ليه؟ لان الخامه دي اخف من دي، فلازم الخامات يبقى فيه ايه نوع من الكونتراست والكومباينيشن كده ما بينها وما بين بعضيها، ان هي تكون ايه الخامات قريبه من بعضها في السمك كمان. فديت معموله ايه، معموله دبل عشان تبقى ايه بالنظافه دي كده اهي، ومتثبته من الكلام ده، تمام. ده الكم هنا. انا عايز اوريك الكم من جوه كمان بيبقى الشكل والنظافه بتاعته ازاي. ما في يعني انا اهم حاجه الشغل من بره يكون انضف، الشغل من جوه انضف من بره كمان، تمام. مش هبقى ايه عاكك الدنيا من جوه، يعني شايف انت الوصله اللي هنا اهي، شايف اهي ادي الوصله اهي، تمام، شوف من جوه وشايف نظافتها اهي، تمام. انا اهم حاجه نظافه الشغل من جوه ومن بره بنفس ايه، بنفس الشكل ده كده بالظبط، تمام. دي كده الحوض بتاع الرقبه من فوق اهو زي ما حضراتكم شايفينه، معمول من البيستان التايواني وسوسته في الجزء العلوي فقط لا غير، يعني السوسته ديت اهي واخده لغايه هنا بس كده بنفس ايه الشكل ده كده. شايف الشكل من جوه عامل ازاي؟ اهي الشكل من جوه ونضفته بالشكل ده كده بالظبط، ماشي. اهم حاجه زي ما بقول لك نظافه الشغل، السوسته وتركيبها. شايف السوسته بتركيبها، ولا السوسته شده، ولا السوسته لمه، ولا اي حاجه. الحرف راكب، يعني هنا في ثلاث خياطات، بركب الحرف الاول على الحرف على الجنب ده، يعني الحرف الاول اروح تانيه عشان هو مجوز، ماشي، فياخد خط، ياخد خياطه، بعد كده اثبته على الحرف دوت فياخد خياطه تانيه، بعد كده اثبت الاثنين مع بعض يبقى دي خياطه ثالثه، ثلاث خياطات هنا ومفيش لمه في اي حاجه، ماشي، غير بقى ايه تركيب السوسته ونظافتها زي ما حضراتكم شايفينها كده بالظبط. ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلب من حضراتكم، الدلع على الخير كفاعل الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.